اسالك سؤال من يعني من باب التوضيح بالنسبه لك. ظهرت بتصريح انه قلت لوزاره الشباب والرياضه هي اللي سهلت دخول البلوجرات والفاشينيستات الى الملاعب. لا ما قلت هيك، انا قلت المدونين اللي كان لهم محتوى للدعم البطوله و سمعت بلوجرات اي بلوجرز هو هم ذول المدونين اللي عندهم مدون يختلف عن البلوجر اللي عندهم اقصد اللي عندهم صفحات قويه صفحات وعندهم برامج لترويج للبطوله قبل البطوله قبل البطوله اللي سووا ترويج للبطوله بس الجمهور افتهمها غير قصد افتهمها اللي هاي العباره الثانيه البلوجر لا فاشينيستات ما فاشينيستات انا ما قلت فاشينيستات بس هي اللي يريد يفهمها هيك وبعد هو حر انا اللي تحدثت عن اللي روجوا للبطولة ونجحوا في الترويج الشعبي للبطولة. ما تقصد إنه اللي ثار عليهم لغط؟ لأن بذقة هالإعلام كان ملتهي بغير شغلات بعضها يعني طبعًا. فلما صار رأي شعبي ورأي صار رأي عام الحمد لله رجعت الأمور إلى نصابها وصار دعم كبير للبطولة. ما تقصد اللي ثار عليهم لغط البلوجرات والفاش؟ أنا ما أتحدث عنها لأن ما هذا أنا بالوزارة الشباب هي مسؤولة عن دعوات الحكومية ما مسؤولة عن دعوات أي أحد آخر. نعم اكو هناك شخصيات عامه مثل هشام الذهبي وغيره هذول لهم حضور لهم دعوات خاصه لكن اللي فهمه غلط انه بعض المقاعد اللي هي مخصصه لا يعني مقابل مال يعني طبعا اشتروها ناس عندهم فلوس دخلوا انتم سهلتوا انا اللي اسال انا ما عندي ما له علاقه بالبطاقات روح اسال اللي باع البطاقات بس لا تشنج من الإعلام مع الوزير. أنا شنج. بالعكس أنا ما مشنج من الإعلام. لا بالعكس أنا. ثاني لقاء لي وياك وأحسك مشنج من الإعلام. قلت أنت مشنج. قلت أنا قلت بالعكس قلت الإعلام ساهم بدور كبير جدا وشكرت الإعلام الأكثر من مرة جزء تم متابع. هم شكرنا دور الوزارة. يعني أنت جزء متابع أنا شكرت. نعم تابع والله. احنا بالرياضه لا مع الوزير لا مو جاي يعني بس خليه قلت جوز ما متابع لا احنا متابعين مع الوزير صار لنا يمكن 6 سنوات احنا بالوسط الرياضي لا انا دا اقول بالعكس انا انتمي الى هذا العراق الجديد اللي يحترم الاعلام واللي يحترم حريه الراي وقلت الحمد لله صار من الماضي تكميم الأفواه والإعلام حر وده ينتقد براحته وما أعتقد أن شنجت من أي شخص انتقدني يمكن تتعرف هذا الشيء شبارك رجل إعلام سابق فبالنتيجة الإعلام مارس دور كبير جدا أنا طبعا من حقي أن أنتقد اللي ما اشترك في هاي الرحلة الناجحة الجوية اللي دعمت البطولة هذا اللي يتخلف عنها هو هذا الإعلام اللي أنا انتقدته